مرحبا صبايا، اليوم رح نعمل انبوكسينج للاصدار الثاني من دخون. محتوى البوكس: جهاز دخون 2، شحن اليو اس بي، ملقط، أداة التنظيف، فرشة التنظيف، قاعدة مشط الشعر، أسنان مشط الشعر. أجزاء الجهاز: غطاء مخرج الهواء، مدخل الهواء، إشارة البطارية وحالة البطارية، مدخل شحن اليو اس بي، زر التشغيل والإيقاف. وضع البخور: افتح غطاء مخرج الهواء بالضغط على الجنبين. لوضع البخور استخدم الملقط، اضغط على زر التشغيل لمدة طويلة للتأكد من مستوى البطارية، اضغط مرتين للتشغيل. ضعي أسنان مشط الشعر داخل قاعدة مشط الشعر وتأكدي أن كلمة توب فوق. ضعي جهاز دخون 2 داخل قاعدة مشط الشعر. أبرز مزايا جهاز دخون: أصغر الحجم، أخف الوزن، وأسهل لمسكة اليد. غرفة تسخين أكبر، مؤشر للبطارية. يبرد هذا المنتج نفسه تلقائياً لمدة دقيقة بعد استخدامه لمدة دقيقتين.